الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. مع كتاب الله عز وجل، مع سورة مريم، من الآية 59 إن شاء الله تعالى إلى الآية رقم 77 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. يا معين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. زيد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. زيد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. نعم. يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. زيد.
كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. زيد. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. زيد. صحيح. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أعيد. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أعيد. لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أعيدوا. أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أعيدوا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أعيدوا. ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. حتما قضيا. أعيد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا
أحسن أثاثا وريا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا زيد الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أعيد العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أعيدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة
التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا تمام فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية شكون عنا سيدي أيا مرحبا سيدي أهلا وسهلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لا ما قلش شيئا كان أصبحت الشين مشددة ولا يظلمون شيئا شيئا كيف أقول هك ولا يظلمون شيئا أكد النزلان بقوة تولد منه تضيف يعني شد ولا يظلمون شيئا شيئا ولا يظلمون شيئا بقي الشيئا ولا يظلمون شيئا شيئا شا شيئا شيئا تمام شيئا عود هاي ولا يظلمون شيئا أي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب
يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها رزق ولهم رزق ضمتني بالمضمومين رزق رزقهم فيها بكرة وعشيا وعشيا شي وعشيا شاشي وعشيا تمام. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ذلك ذلي لي كسرة اللام خلاها تكون أفضل وما بين ذلك تمام. وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر 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 لعبادته واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا كافي بارك الله فيك جيد أحسن الله إليك اللي بعده أخونا الأسعدين مرحبا فوربك لنحشرن ما تزلقش فوربك ثورا فخم الراء فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أي شيعة تي كسر شيعة أيهم شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى ثم لنحن أعلم بالذين أعلم بي قلش أعلم بي كان تمطيط الميم ثم لنحن أعلم بي أعلم بي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا تمام وإن منكم إلا إلا كسرة الهمزة إلا واردها مقضيا صح ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تمام وإذا تتلى تتلى اهمس شوية التاء في أولها شدة وفي آخرها همس وإذا تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما مقاما وأحسن نديا تمام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا وكم قل من كان في الضلالة في الضلالة في الضلالة من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي حتى إذا رأوا ما رأوا رأى الهمزة مرققة رأوا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة تمام فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وخير مردا يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك. اللي بعد مرحبا اهلا وسهلا الله يبارك لك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا لطيف. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. أي. إنه كان وعده مأتيا. نعم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. نعم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صحيح. وما نتنزل إلا بأمر ربك. تمام. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم. وما كان ربك نسيا. صحيح. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان كافي. ما شاء الله عليك ممتاز. أحسن الله إليك تلاوتك جيدة أخي. بارك الله فيك. الله يتقبل إن شاء الله. نعم. بسم الله وكفى. فوربك لنحشرنهم والشياطين هكذا الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. فخم الراء ونذروا الظالمين فيها جثيا. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نجيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. وريا ارخي الياء اخويا زي ما الصوت وريا هكك. قل من كان في الضلال فخم الضال في الضلالة قل من فليمدد له الرحمن مدا هكك.
حتى إذا رأوا ما رأوا، رقق الهمزة، رأوا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما إما غنة الميم المشددة إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مش من هو من هو بالتخفيف سيعلمون من هو شر من هو شر مكانا وأضعف جندا أحسنت ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أي والباقيات والباقي أدنى مراتب التفخيم في القاف والباقي قائي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بارك الله فيك شكرا أحسن شكرا لك أحسن الله إليك اللي بعد وين شكون بعد أخونا سليم أي تفضل أي السلام. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جميل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان آيذا هكذا آيذا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا كافي بارك الله فيك يا شيخ سليم أحسن الله إليك هاي سيدي السلام يا معين السائلين يا الله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا على الرحمن عتيا على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة في الضلالة زيد شوي الضاد في الضلالة قل من
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بارك الله فيك، شكرا، أحسنت. اي نعم، تفضل. سلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كافي، يعطيك الصحة، شكرا، بارك الله فيك. أهلا سيدي. السلام، مرحبا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا صحيح. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كافي ما شاء الله عليك، جزاك الله كل خير. أي مسج أشكون أي اثنين ثلاثة عيش كنتم بعد نرجع للتكرار. طيب انت وفاو عندك موقع سيد. طيب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتركيب. أضاعوا الصلاة، قانون يقرأ بالترقيق الصلاة 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 الله، تولي رواية أخرى. أي نعم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هو يجيب الآية واحدة لجلب الانتباه، شفتوا هذه من دلالات القرآن أنه يجيب لك آية بعد أن كان يتكلم على الأنبياء وفضل الأنبياء وما إلى ذلك، جلب الانتباه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم طويلة ولا قصيرة ما شاء الله. لكن فخلف آية واحدة هكا كما الإنسان يقول لك أرميله كلمة هكا لعل يفيق. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. اللي بعدها طول معهم الكلام. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. زيد مزاد الكلام طويل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده فقط بالغيب. شكون هما أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لك ثم جنة وقالوا لك ثم نار، والإنسان لا يعلم هل رأى النار وهل رأى الجنة أبدا. لذلك في مطلع سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب، أمور غيبية لا يعرف أحد لكن الإنسان مصدق بها. أي نعم. قال إيش قال؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده. أي نعم. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا. شو اللغو؟ لا، قال لك هو كل كلام لا فائدة فيه، لا فائدة منه تعود لك، يعني كل كلام ما فيش نفع ليك، ما فيش حسنات، ما فيش كذا، فهو لغو. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا إلا استثناء إلا سلام، تحيتهم أي في الجنة فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولهم رزقهم. إحنا ما شاء الله من اللي نحلوا عينينا لنقوم وإحنا نجري الدنيا ما شاء الله، مش خالطين، خالطين ولا مش خالطين؟ إيه. أما في الجنة لا، الإنسان جالس ها في الجنة في نعيم الجنة في خيرات الجنة والملائكة في خدمته إن شاء الله نكونوا منهم. ولهم أي في الجنة رزقهم فيها بكرة وعشية، لا شقاء ولا عناء ولا مشقة في الجنة، حتى الذكر والعبادة خاصة كان بالدنيا، أما في الآخرة لا مفيش، ورفع التكليف. نعيم ولا مش نعيم؟ فلذلك الفريق الثاني أطال المولى عز وجل معه الكلام، أما الأول فخلف من بعدهم. نسأل الله ألا نكون من هذا الخلف السيء، ومن رحمة الله أنه قال فخلف من، أتى بالتبعيض وهي تفيد بعض، فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة. إن شاء الله ما نكونوش من هذا الخلف
أضاعوا الخشوع في الصلاة، أضاعوها بالكلية، وقيل أنهم يؤخرونها عن أوقاتها فيصلون الظهر مع العصر. المفيد أضاعوها. إحنا لشد منصب أول حاجة الصلاة، لا. ولذلك المولى عز وجل قال: الذين إن مكناهم في الأرض يعملوا يأكلوا بعضهم يدوروا على بعضهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا. أي نعم. أيقرش أكبش تتفرهد وتقرأ مرتاح. أي نعم. أقرأي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ما قلوش عباده بالغيب، ريت الهاء عندك في المصحف ريتها حرف الهاء بعدها واو صغيرة، هذا كمد. عباده بي ما قلش عباده بالغيب، عباده بالغيب حكاك من المد ما سمعتوش، ماهوش موجود. عباده بالغيب، عود. هاي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. صحيح. إنه كان هاك نحيط زل إنه كان صحيح كان صحيح يقولوا إنه كان ما ثميش مد، وإذا نعرف الخطأ إنه كان إنه كان الخطأ إنه كان أي يقول أي إنه أي مدها أو كواو صغيرة مصورة في المصحف، هذا كمد بعد الهاء ثم واو عندك موجودة. إنه كان موجودة ولا يلا إنه كان وعده كيف وعده إنه كلها مدود. إنه كان وعده مأتيا. صحيح. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث. التي نورث خطأ هنا المد ما ثماش التي ما سمعناش المد التي تلك الجنة التي نورث مد التي ما تقولش التي نورث التي نورث دين مد تلك الجنة التي نورث من عبادنا من عبادنا كيف من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صحيح. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما لا أيدينا وما أيدينا مد له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمر لعبادته جل جلاله هل تعلم له سميا. صحيح. ويقول الإنسان أئذا لا هات نقرأ وقالون قلوا أئذا حق الهمزة الأولى وسهل الثانية أئذا بدل ما نقول أئذا نقول أئذا 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 ويقول الإنسان أئذا ما من لا شوف كان مش تحقق الهمزة الثانية بتولي تقول أئذا مش ما نخلطوش كيف يولي تحريف في القرآن أنا ما نجمش نقرأ ما نجمش نقول أئذا مش نعمل قل له قول أئذا ما مت أئذا جيب همزتين محققين يلا قل أئذا 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 مش آئي آئي أئذا 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 تمام أئذا أئذا أيوة قول أيه ويقول الإنسان وإذا لا عجيب الهمزة شو قل ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا قولها ويقول الإنسان وإذا لا قل أئذا 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 إيه يعني تحقيق الاثنين إذا كان ما تنجمش التسهيل تولي تجيب لي همزتين محقي أئذا 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 وكيف تبعني أئذا أئذا صحيح أئذا أئذا صحيح
مد الاولى آئذة، والثانية سهلها، بدل ما نقول آئي قول آئي. آئذة 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 آئذة، خليك آئذة همسي المحقين. يلا ويقول وش؟ ويقول الإنسان آئذة. لا لا متخبطش، عاد آئذة آئذة، جيب همسي هاي قول آئذة 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 آئذة. يلا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. طيب امشي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كيف بارك الله فيك، أحسنت. نعم حصلنا فيها. لا لا نتصلح بشوي بشوي، طول نفس. اي نعم. اي سيدي اللي بعده شكون؟ اجدد. شكون مازال ما قراش في الاخوه الجدد؟ تفضل. اي وعليكم السلام ورحمه الله. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نسمعوا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. مش والشياطين، تينا والشياطين، طاقين طاقوية. يلا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. صليا صلي، تقيق الله مع بين الكسر. ثم لنحن، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صحيح. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا فخمرا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة نعتني بها في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له فليمدد له الرحمن مدا. أي. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف. اضغم التنوين مع الغنة في الواو. نعم. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. صحيح. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وخير تنويم مضموم. نعم مع الإدغام مع الغنة. نعم وخير مردا. أحسن بارك الله فيك، شكرا، أحسنت. مرحبا، أهلا وسهلا. بسم الله. فخلف من بعدهم خلف خلف خاء خلف
وضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا صالحا على الفاء هيئ لسانك على الفاء صالحا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون يظلمون يظلا لا لا يظلمون شيئا صحيح جنات عدن التي وعد 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 كل مرحب وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما صحيح. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صحيح. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من عبادنا من كان تقيا تقيا تقي قي قي تقيا صحيح وما نتنزل إلا بأمر ربك بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا أي. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا بارك الله فيك جيد أحسن الله إليك تفضل يعطي الصحة السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن إخفاء النون مع الغنة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون إما العذاب
إما العذاب وإما الساعة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك مقاما ثوابا وخير مردا. أحسنت، هذا كثمن لنا المبارك، الله فيك، أحسن الله إليك. طيب سيدي تفضل، عندك بعد أخي. بسم الله سيسرك. السلام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعطيك الصحة، ممتاز، بارك الله فيك، شكرا. أخونا عبد القادر تفضل. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لا شكل والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. رقمي كان على ربك حتما. لا ما تقلقلش انت، ما تقولش حتى، قل حت سكنها حتما. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جميل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير
مقاما وأحسن نديا. أحسنت. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فتح الله لك. ممتاز، بارك الله فيك، شكرا. تفضل. أحسن الله إليك. جيد حبيبي، شكرا. سيسر. فخلف من لا خباش خطأ، فخلف زدت لنا ألف بعد الفاء. فخلف من كما هي مكتوبة. فخلف من فخلف من فخلف من فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوات واتبعوا الشهوات الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي عودة بالصحيح كلها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الشهوات فسوف يلقون فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل. ما قلش وآمن هكاك زد ألف. وآمن وعمل وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صحيح. وما نتنزل إلا مش تنزلوا كما هي مكتوبة لام بلا شواو نتنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا صحيح. ويقول الإنسان أئذا ما أئذا مد الهمزة الأولى أئذا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كافي، بارك الله فيك. أنجي تفضل. أحسنت، شكرا يا معين يا الله. السلام عليكم. السلام، مرحبا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين
الذين هم أولى بها صليا. نعم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. السلام. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ما شاء الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فتح الله لك، ما شاء الله عليك، احسنت، جزاك الله كل خير، ما شاء الله عليك. هاي تفضل. اهي هاي سيدي، حضروا روحكم جماعة التكرار. هاي انا جايكم. هاي امشي. بسم الله. هاي فخلف من بعدهم خلف، ارفع صوتك شوي، فخلف من بعدهم، هاي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صحيح. نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جميل. جيبها كلها مع بعضها. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها نكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما 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 نتنزل إلا بأمر ربك. بأمر ربك. بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كيف ما شاء الله عليك، جميل، صوت جميل نديم، ما شاء الله عليك. ها ما شاء الله، ربي يحفظك. هاي تفضل، يعطيك الصحة طاقة، ما شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. ها اي والله ممتاز، ربي يحفظك ان شاء الله. جاهز؟ عيطولك اشنو هون علي. طيب تفضل. السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا لا جيب الهمزة محقة ويقول الإنسان آيدا جيب الهمزة بينها. ويقول
إذا زيد شوي مدها حركتين إذا صحيح. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا هكاك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أيه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم النجس الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين مد المدود الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صحيح وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد فليا مش فليو فليا قل من كان في الضلالة الضاد قوي نعم فليمدد له الرحمن مدا أحسنت حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا بارك الله فيكم جميعا بارك الله فيك أحسن الله إليك إلى التكرار.